يا حنين يا حنين. عايزة ايه كمان؟ عاوز افطر، نفسي رايحة على البيتزا. يلا يا بيع يا بنتي. لؤي اصحى يا حبيبي، اصحى يا روح قلبي. بس اصحى يلا. ايه في ايه؟ اصحى يا حبيبي، عملت لك الفطار وجهزته بر، يلا قوم بقى عشان نفطر سوا. اول مره يعني تعملي فطار؟ مره من نفسي، اصل ما كنتش اعرف انك حنين قوي كده، الا اليومين اللي كنت تعبانه فيهم وراقده على السرير شفت فيك وش جديد عليا، بجد طلعت بتحبني. يا بت انا بحبك والله العظيم، بحبك وبموت فيكي كمان. طب يعني كل ما اجيب لك سيره الجواز الرسمي بتحسسني اني جربه؟ مش حال لو ما كنتش قمر والكل هيموت عليها. بقولك يا سوسو، بطل الصياعه عليا بقى، مش كل مره تفتحي لي موضوع الجواز الرسمي ده بطريقه شكل. ماشي، فكك بقى من حوارات الفكسانه دي كده. اهو ماشي ماشي يا لؤي. رايحه فين يا بت؟ مالكش دعوه بيا، رايحه في داهيه. يعني ايه ماليش دعوه بيك؟ انت ناسيه انك مراتي ولا ايه؟ حلوه قوي مراتي دي، ده انا ما اعرفش انت بتجيب الفلوس دي كلها منين. ايه اللي كل مره ما اعرفش تجيب الفلوس دي كلها منين؟ ما اعرفش تجيب الفلوس كلها منين؟ انت ناسيه ان انا ابن ناس؟ ابن ناس سابقا. بقول لك ايه؟ علينا نعمل لو ما قلتلي انت رايحه فين؟ لاكون مطلعك دلوقتي. بقول لك ايه يا روح الروح؟ لما تبقى تكتب عليا رسمي تبقى تطلعني يا حبيبي. سلام. بنت يا سوس، انت يا بنت. قالوا لي واطيه وانا ما صدقتش. ماشي يا سوسو. لؤي، ازيك يا لؤي؟ ايه انت مش هتسلم عليا؟ اصلا انا مش جاي لك انت، انا جاي اخد درينك وماشي. انت هتفضل قافش عليا قوي كده؟ ايه ما وحشتكش؟ انا جيت عشان اشوف البت زوزو، اصلها وحشتني قوي. ماليش فيه، ما يبقاش قلبك اسود بقى، ده انت الغالي يا روح الروح. يعني ايه بقى؟ ما خلاص، ما احنا بقينا رخاص وبنتباع بسرعه. بس انت عندك حق. ما تقولش كده يا لؤي. والله عندك حق يا سوسو، ما بقاش حياتنا حاجه خلاص. ده انت حضنك بالدنيا، انا هبات عندك الليله. ماشي ماشي، ما يبقاش قلبك اسود بقى. ماشي. نفسي بقى تنضفي، نفسي تنضفي وتبطلي تروحي الاماكن البيئه اللي انت بتروحيها دي. يا بيئه يا اختي. تاني انت عاوز ايه بالظبط؟ بقول لك ايه، ما كل واحد فينا يشوف سكته، ولا انت غاوي تتنطط عليا وخلاص؟ يا بت انت مراتي، انت مراتي، عارفه يعني ايه مراتي؟ لا يا شيخ، افتكرت صح، مراتك ومعرفش عنك حاجه خالص. انت بس عارفه يعني ايه يا سوسو؟ يا سلام، عاوز اعرف حتى الفلوس اللي جايه لك دي زي الرز جايه لك منين؟ ما انا طول عمري معايا فلوس، اشمعنى دلوقتي يعني بتسالي؟ انت ناسي يا ابن مين؟ ما هو ده اللي مجنني، ما انا عارفه ان السيد الوالد مفلس، يبقى جبت الفلوس دي منين؟ خلاص اسكتي، هقول لك يا ستي بس مش دلوقتي. ايوه يا سي طلعت، عايز ايه؟ ايه؟ طيب ماشي هجيلك.
خلاص طلعت اجي لك. اخلص اقفل دلوقتي. يلا سلام. هوصلك البيت في مصر الجديدة وهرجع لصحابي وهرجع لك تاني. هي سوسو اللي بتيجي في الاوقات دي. يا اخويا انا نايمه جنبك اهو. ايه ده؟ انت هنا؟ هو مين اللي على الباب بره ده؟ انت بتاع الكهرباء. ده ايه الغلاسه دي؟ طب قوم قوم افتح يلا. طيب جاي. انت سقيت. ازيك؟ ايه لؤي خضتني؟ ازيك يا ماجي؟ انت ايه اللي جابك؟ قصدي انت جيتي ليه؟ ايه يا لؤلؤ؟ معقول برضو دي مقابلة تقابلني بيها بعد كل المدة اللي ما شفناش فيها بعض؟ معلش يا حبيبتي ظروف غصب عني. بقول لك ايه، انزلي تحت هتلاقي كوفي شوب استنيني فيه وانا هغير هدومي وانزلك على طول. يلا يا حبيبتي. عارفة بس مش هنزل لما تقولي انت ليه ما كنتش بترد على الموبايل بتاعي. ظروف يا ماجي. مين يا لولو؟ لولو؟ والله أول مرة تقولي يا لولو. مين دي؟ ياه مين يا لولو؟ معرفش. طب اعمل قدامي. إيه؟ اعمل قدامي. ماجي ماجي تعالي يا ماجي، تعالي يا ماجي افهمك. ماجي 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 استني. او ماي جاد. مين دي يا لؤي؟ مين دي يا لولو؟ حبكت لولو دلوقتي. مطروحة عليا. مين دي؟ دي سوسو. بتخوني مع واحدة برستيوت. برستيوت ايه يا روح امك؟ ده انا قمر. انت بسرعه بتقول عليا وحشه ازاي؟ بقولك يا بت اقفي عيب وتكلمي عادل. انا مراته والورقه العرفي تثبت. قولي انها بتكذب. قولي ان كلامها مش صح. بتكذب؟ تعالي انا افهمك كل حاجه. لا يا حبيبتي ما بكذبش، مراته ومستنيين النونه. اهدي بقى يا سوسو اهدي، ما يصحش كده. انت متجوزها بجد؟ دي مراتك؟ بقولك يا ست الحلوين انتي يا اختي اللي دخل عليها دخلت المخبرين، ما تقولي لي انتي تطلعي مين وايه اللي دخلك عليها غرفة نومي؟ شات اب! دي بتشتمني تاني قدامك. ما بتشتمش. انا افهمك كل حاجة، تعالي بس بالراحة تعالي. مش عايزة افهم حاجة. بقولك ايه يا حلوة، انتي هتقولي انتي تطلعي مين ولا وايمانات الله؟ اجيبك كده من شعرك واقطعك جزر جزر. خلاص بقى يا سوسو في ايه؟ جرايه يا ماجي، مش عاملين الاعتبار ولا ايه؟ احترموني. عايزة تعرفي انا مين؟ انا مراته ومتجوزني عرفي، يعني لعب بيا وبيكي. مالكيش دعوه بيا، انا العب بفرقه كوره بجمهورها وبحب العرف. قسما بالله لو مسكتي يا سوسو لكون منسل شبشبتي على بقك. اسكتي بقى. تعالى يا ماجي انا افهمك كل حاجه. ما تفهمنيش حاجه يا ماجي. تعالى ماجي. ماجي استني يا ماجي، استني يا ماجي، استني يا حبيبتي انا افهمك كل حاجه. ايه دي بس افهمك كل حاجه. اوعى ما تتكلمش معايا. هتفهمني ايه؟ ده انت طلعت واقع بتقول انها مراتك ومتجوزاك عرف، يعني انت كنت بتضحك عليا طول المده دي ومفهمني انك بتحبني. لا يا ماجي انا بحبك والله العظيم بحبك. انت كذاب وواطي واناني وحقير، وربنا هيجازيك على اللي انت عملته فيا وعملته ببنات الناس. يعني انت كده يا ماجي طلعتيني مجرم؟ طب ما كله كان بمزاجك. انت بتذلني؟ ما هو كان بمزاجي بس عشان اثبت لك ان انا بحبك. وعامة ولا على عرفتي انا هقطعها، مش عايزة اشوف خلقتك تاني. يا حنين يا حنين. عايزة ايه كمان؟ عاوزة افطر، نفسي رايحة على البيتزا. يلا يا بيها يا بنتي. البوب كبير الكبار، عليا النعمة الراعي الرسمي للعدالة في مصر. ازيك يا طلعت؟ عامل ايه؟ كويس؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضل. زينة حرمنا الماسونة يا باشا.
اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. يزيد فضلك يا باشا، ربنا يخليك. ربي صاحبي ده بقى زنبل، بس هو زي ما انت شايفه كده نضار، بيذاكر دحيح، بس هو فرحه. ما فتحت ازاي؟ قول لي يا خير. ها ما قلتليش اشربوا ايه؟ لا ولا حاجه يا باشا، ربنا يخليك لينا. والنبي يا باشا انا عايزه بس اطمن على اخويا. اللي بقول لك يا بابا، عملت ايه في الموضوع اللي لغيتك فيه؟ سالت عليه طبعا، وكويس الوقت مسك هنا في نطاق الجيزه. يعني تبعكم؟ بالظبط كده. طب تمام قوي. طب ما تخدمني بقى يا بوب خدمه العمر. عمر كلمنا صاحبك اللي بيحقق معاه، يفرق عنده. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده يا طلعت؟ انت لما كنت زميل دراسه كنت عرفت شغلي معاك كويس. ليه بس كده يا باشا؟ ليه؟ لان انا ما اقدرش اتدخل في تحقيقات النيابه يا اخي. وكيل النيابه اللي ماسك التحقيق هو الوحيد اللي ممكن يفرق عنه، ده لو ثبت اللي هو بريء. وعامة التحقيقات هتثبت الحقيقة والعدالة هتاخد مجراها إن شاء الله. وحياة ربنا يا باشا، ده مظلوم، ده ماشي مستقيم كده والله، وبيركع الركعة بركعتها، صدقني والله. التحقيقات هي اللي تقول كده مش إحنا. حاضر يا باشا، اللي تؤمر بيه. بقول لك إيه يا أبو طلعت؟ تعرف واحد صاحب كباريه اسمه سطوحي؟ ها؟ سطوحي؟ أيوه. سطوحي؟ لا معرفش حد انا اسمه سطوحي خالص. خالص؟ اه. متعرفوش. طيب انت بتروح 6 اكتوبر كتير؟ يا باشا 6 اكتوبر ايه و23 يوليو ايه؟ ايه يا بوب؟ طب انت كنت فين يوم 15 نوفمبر اللي فات؟ لا انا كده مش هتكلم غير في وجود المحامي بتاعي. محامي ايه بس يا طلعت؟ احنا اصحابي. في ايه؟ قول كنت فين؟ كنت بأجر عجل. ايه يا باشا في ايه؟ هو انا فاكر كلت ايه امبارح؟ والنبي يا باشا، الهي ربنا يسترك، عايزه اشوف بس اخويا قبل ما يرحلوه النبي. حاضر. عيني الاثنين. صاحبك يقصدني بالكلام الغريب اللي قاله؟ ها؟ لا لا يا زين، ما تاخديش في بالك، هو طول عمره كده. يعني معناته ايه الكلام ده؟ يا زينة مفيش حاجة بقى. مفيش ايه؟ ده كأن في سن ما بينكم. الله! فيها زينة! ولا سين ولا جيم! تعال نشوف اخوك الزفت ده فين! يلا! الراجل جوه، علي صوتك كمان. يلا! انا غلطانة ان انا قلت لك اتصرف اصلا. وصف! طالما والنبي يا اخويا عامل ايه؟ طمني عليه. عامل محشي يا حبيبتي، اغرف لك؟ ما انت شايفاني متنايل على عيني عامل ايه؟ معلش يا ابو نسب، اهدى، انت عارف السجن ما بيرمرمش يا برنس. سجن الجدعان. لا والله هو ده اللي انت قادر عليه. ما رحتش للراجل الكبير ليه؟ كلمته عشان يجي يطلعني من هنا. رحت يا معلم. ها؟ رحت وعهد الله. بس هو بقى حلق للحوار من باب. ايه؟ قال انا هتصرف. يتصرف يعمل ايه؟ طلع اتكلم واحد صاحبه وكيل نيابه، انت ما تقلقش خالص. هو قال لك ايه؟ قول لي قال لك ايه؟ طمني. بصراحه الراجل طمني. ها؟ قال لك ايه؟ قال لي العداله لازم تاخد مجراها. يلا. لا والله. عدلت ايه؟ العداله تاخد مجراها. إلهي يا رب أشوف فيك يوم يا طلعت وأشوف الأساور في إيديك زي ما هي في إيديا كده. يا ابني إيه الكلام الفاكس ده؟ أنا واخد 15 يوم على ذمة التحقيق، أنتوا فاهمين؟ يا لهوي وحياة ربنا ما تقلق، هجيب لك كل حاجة أنت عايزها، بس ما تزعلش نفسك. هو ده اللي أنت قادر عليه يا سيدي. يا جماعة بس معلش، هطلعك يا طلبة. والله ماشي يا عم جيمس بوند. يلا يا عم. تقلقش يا أخويا والنبي. اتصرف بقى. بقالك فترة كبيرة غايبة عن الكلية يا أخت ماجي. خير إن شاء الله؟ يعني كان عندي شوية مشاكل كده. واتحلت والحمد لله؟ يعني الحمد لله. تمام. مش محتاجة أي مساعدة؟ ميرسي، ربنا يخليك. يعني المحاضرات اللي فاتتك أنا ممكن أصورهم لك وأجهزهم لك. ده بس أنا كده هتعبك معايا. تعبك راحة يا أخت ماجي، بس أحب أشوفك ملتزمة في الصلاة والزي بتاعك زي ما أنت ملتزمة في الدراسة. ان شاء الله هحاول انتظم في الاثنين باذن الله تعالى. بقول لك يا اخت ماجي، ما تيجي نصلي الظهر جماعه في مسجد جماعه. اوكي. داكو؟ بلاش داكور بقى يا اخت ماجي، باذن الله تعالى. سوري. اوكي. اقصد باذن الله. ايه الاخبار يا دين؟ الحمد لله كله تمام، ماشي الحال. يعني عامله ايه في الجامعه؟ ماشي الحال، بس لسه يعني الدراسه ما شدتش زي ما انت شايفه. ناوية تنجح السنة دي ولا ايه؟
فلا الله ولا فالك، انا بتاعت الكلام ده برضو اكيد هكوع زي كل سنه يعني. ربنا يهديك يا دينا وتنجحي بقى عشان تتخرجي. وهتخرج اروح فين يعني؟ هاجي اقعد هنا جنبك على الكافتيريا. بقيتش اقعد على الكافتيريات خلاص، على الاقل يعني تدوري على شغل. ادور على شغل فعلا. اقول لي يا بوب، هو انت كنت عاوزني في ايه؟ اكيد يعني مش جايبني عشان تسالني عامله ايه في الدراسه يعني. لا طبعا، بصراحه انا كنت عايز اسالك سؤال تاني. خير قول. دينا انت بتروحي 6 اكتوبر كتير الشهرين اللي فاتوا؟ لا، اشمعنى يعني انت بتروحي ولا ما بتروحيش؟ قلت لك ما بروحش. طيب، تعرفي واحد صاحب كباريه في شارع الهرم اسمه سطوحي؟ وانا هعرف الاشكال دي منين بس؟ لا طبعا يعني. طب انت كنت فين يا دينا يوم 15 نوفمبر اللي فات؟ ايه يا ايهاب؟ هو تحقيق ولا ايه؟ انا مش فاهمه. مش تحقيق ولا حاجه، كنت مع الشله اياها مش كده؟ ايه؟ في ايه بس؟ دينا انتوا سرقتوا فعلا؟ ايه الكلام ده بس؟ طب اسمعي يا دينا، انا عشان خاطر العيش والملح اللي كان بيننا وبين بعض انت والشله، انا بحذركم، اوعى تفتكروا لو انتوا عملتوا حاجه غلط مش هتتجابوا. لا يا دينا، هتتجابوا ويبقى عقابكم شديد قوي. حذريهم يا دينا وخلي بالكم من نفسكم. هيا دينا. اهلا يا سهى، عن اذنكم عشان انا عندي ميعاد مهم. ليه؟ عن اذنكم. رايحه فين؟ ممكن اعرف بقى حضرتك لما انتوا شفتوني بطلتوا كلام ليه؟ ماجد، ما بتردش عليا ليه؟ مش فاضي على ياسمين حبيبتك؟ عايزك ترجع البيت. والله ما اقدر انساك ولا عمري انساك. عشان بحب، خايفة عليك، وبعدين زعلانة منك. عرفت ان انت رايح تفتح شركة انتاج وعايز تنتج للجربوعة اللي اسمها نورة دي، لا ليها لا شكل ولا لون يا حياتي. اوكي انت حر، بس المهم ترجعلي النهاردة عشان وحشتني قوي، وحشتني حضن. دول كويس قوي، احنا متراقبين. متراقبين. البيك بص هو اللي قال. البيك بص ده ايه؟ ما بيهزرش، ده اخبار البلد كلها في قلبه. انا رايي اننا نكمر فلوسنا بعيد عن مطارحنا شويه، وانا برضو قلت اظبط الحشيش بعيد عن البيت بحيث لو حصل اي عوام والدنيا تهدى ونطلع نضرب ضربتنا، ويبقى هو ده ماتش الاعتزال. إيهاب كمان قابلني وقعد يلك معايا في الكلام وحذرني وبلغني إن حذركم. إحنا نختفي يومين، ونطلع على اسكندرية نضرب ضربتنا الكبيرة.
عمي نسرق الذهب اللي في المحل بتاعه كله، وعلى رأي طلعت ده بقى يبقى ماتش الاعتزال، وساعتها بس هشفي غريب. وانا بقى عاملة ايه خطة ما تخرش المية، هنسرقه بالنهار وقدام الناس كلها، وهيسقفولنا كمان. خليهم بقى يراقبونا في مصر واحنا بنسرق في اسكندرية. ماشي ماشي يا عمي. سوسو الفلوس دي كلها؟ دي فلوسي، كل اللي حالتي، وعايز اخلص منها. تف من بقك، حد يخلص من النعمة دي؟ نعمة اللي يكرهها ياعمة. يا بنت اسمعيني للآخر، انا عايزك تشتري بيهم دهب. دهب؟ ربنا يخليك ليا، طول عمري كان نفسي اشتري دهب. يا بنت افهمي، انا عايزك تشتري دهب تلبسيه على طول، ولما نبقى نحتاج فلوس نبقى نبيع حته حته ونصرف منها. وربنا كلامك صح، والذهب سعره عالي وهو ينفع وقت الزنقه. اه بس خدي بالك، لو حد سالك ايه اللي انت لابساه ده، ابقي قولي له ان ده ذهب صيني، عشان ما حدش يسالك انت جايبه الفلوس دي منين. وعشان الحسد كمان. برافو عليك، بس في حاجه برضو مهمه، انا عايز الكلام ده يحصل في اقرب وقت ممكن. بكرة الصبح من النجمة هروح الصاغة ونشتري الذهب. سهى تاكلي؟ في ساندوتش زيادة وهما مش راضيين ياكلوا. لا يا حبيبتي ميرسي قوي، ما انا باكل سندوتشات جبنة اهو. ماشي. الا قولي لي يا دينا، ايه موضوع الدليفري اللي كتر اليومين دول والفلوس اللي ظهرت معاكي فجأة كده؟ ايه ده؟ انا مش فاهمة، يعني انت بتقولي عليا يعني ولا ايه؟ لا طبعا يا حبيبتي مش قصدي، انا قصدي اطمن عليكي، وخصوصا ان احنا عارفين البير وغطاه يعني. لا صحيح يا دينا، احنا كلنا ملاحظين ان انت بقى معاكي فلوس كتير قوي، وبقيتي تصرفي اكتر من الاول بكتير. ايه ورستي من ورانا ولا ايه؟ انا لو ورست ولا اتنيلت سيبوني في حالي بقى. في ايه يا دينا، انت زعلتي ولا ايه؟ احنا مدردش معاكي، انا لازم ارجع شقتي تاني. طب ليه؟ ما انت قاعده معانا وبناخد بحس بعض. عشان الواحد ما بيرتاحش غير في بيته وبس. سلام دينا. أظن كده بقى شكوكي بقت في محلها، وواضح إن دينا بتجيب فلوسها من طريق مش كويس. لا يا سهام، دينا بنت محترمة وبميت راجل كمان. خلاص
حد فيكم يقول لي هي بتجيب فلوسها دي منين؟ ملناش دعوة، خلينا في حالنا أحسن. تعالى ودي يا تعالى. قوم يا حبيبي قوم قوم. يا زينة بقى يا زينة، وانا من ساعة ما اتجوزتك وانت بتصحيني بس. عايزة ايه؟ انت اللي نايم. ايه ده؟ ايه صوت الدب ده؟ انت بتقولي كفتة في المطبخ ولا ايه؟ ده صوت العمال اللي شغالين في العمارة بيركبوا الغاز الطبيعي. في العمارة؟ غاز طبيعي؟ يا ليلتك الاصطناعي يا طلعت. هاري سويت. في ايه؟ ايه اللي حاصل؟ في مصيبة، في خراب بيتنا، في هنتدمر. يا لهوي طاري السود عليا. اعمل ايه؟ اظبط العبس. ما تقولي في ايه يا طالع؟ طالع ماجد. اسمعني. امال لقيت مين؟ كابتن ماجد ولا ايه؟ شكلي كابتن ماجد انا؟ ايوه هتقول لي كابتن ماجد. يا ماجد انت اتغيرت. ماجد انا محتاجاه لك. انت ما بقتش زي الاول. فين ماجد الحبوب اللي كان بيحبني الرومانسي اللي كان بيخاف عليا؟ وحياتي على ربك لو ليا معزه عندك عشان خط ابوس ايدك. ارجع زي الاول. أنا كده ومش هتغير من ساعة قلبي مدى. أنا كده جنن وحير واللي مش عاجبه يطق. أنا كده مش هتغير من ساعة قلبي مدى.
كده وصغير وهتجنن الوضع. فيا طلعت مالك؟ مصيبة يا زين، مصيبة. في ايه ما تنطق؟ الحشيش السرق. يخرب بيت سنينك، انت يا راجل ما بيعيشلكش حشيش؟ كل ما تاخد بضاعة تضيعها؟ كاتك خيبة. بقولك يا زينة، وحياة أمك العملية مش نص تأنيب، وبعدين مش كل شوية تقطبيني. مش عايز أسمع صوتك طول ما أنا قاعد في البيت، فاهمة ولا لأ؟ خوفتني. وهتعمل إيه يا سابع؟ هشوف كده، أحاول أتصرف في أي حاجة، أجيب أي فلوس، أحاول أدفع فلوس المصيبة دي. سيبيني بس دلوقتي، أنا هحاول أتصرف. رايح فين؟ إيه اللي أنت لابسه ده؟ أدخل جوه غير. آه صحيح، في واحد عقله طار. بعد إذنك يا حبيبي، عاوزين نمدد فترة المراقبة على العيال دول. تاني؟ أيوه. وهي فترة المراقبة اللي فاتت أثبتت حاجة دينهم؟ في الحقيقة لأ. لكن أنا متوقع إن شاء الله إن الفترة الجاية هيقعوا. وممكن لأ. أنا آسف يا شبيه. يعني؟ يعني مش هقدر أمدلك فترة تانية. لو العيال دول هم فعلا اللي سرقوا، كان ده ثبت لك الفترة اللي فاتت. أيوه بس دول عيال. دول شوية طلبة مستهترين. مش معنى كده إن هم حراميين. اتفضل يا شبيه. شكك ما كانش في محله. شكك جدا. لا. متأخر كده ليه؟ مش عارف. زينت القلوب. طلبك. ازيك يا زينة؟ الحمد لله على السلامة. وحشتينا يا بنت، عاملة ايه؟ انت كمان الحمد لله. تارات تارات تارات. طلعت يا حبيبي. طبعا والله طالع. حبيبي ابو نزل، ألف بركة يا ابو انك خرجت. الله يبارك. كده أخدت براءة؟ الحمد لله، خرجت بضمان محل إقامتي ودفعت كفالة كده يعني. الحمد لله على طمنتك. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. انا مش عارفه الحكومه دي بتتهم الناس بالباطل كده ليه. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. بالباطل؟ فيها طلعت. اه بالباطل. اه بالباطل. انا خرجت بالقانون. القانون هو اللي نصفني. الحكايه دي معموله لي مكيده وانت عارف، بس الحمد لله خرجت مرفوع الراس. الف بركه انك خرجت. متر 20 باكو طلعت. يا ريتك ما خرجت. ادخل. صباح الفل يا سعاده الباشا. اهلا يا مات، تعال يا باشا. انا مش هاخد وقت سعادتك كتير يعني، انا كنت جاي اعرف اي اخبار عن عصابه التسعة ملي. مفيش جديد يا مات. الله، هو مش سعادتك قلت لي المره اللي فاتت ان في مشتبه فيهم وانتوا بتراقبوهم؟ ما لقيناش اي اثبات عليهم ان هم اللي بيسرقوا. يعني القضيه اتحفظت يا باشا؟ ما اتحفظتش. التحقيقات شغاله وهنقبض عليهم ان شاء الله. تشرب شاي؟ ربنا يخليك يا باشا، ما تحرمش منك يعني. يعني لو فيها ساءة أدب مني يا باشا، يعني حضرتك لو تحب إن أنا أساعدك في أي حاجة أنا تحت أمرك، جربني بس يا باشا. يعني قول لي أي خيط كده وشوف أنا هعمل إيه. جرى إيه يا عم عماد؟ يعني أنت هتعرف توصل اللي إحنا مش عارفين نوصل له؟ في إيه؟ لا يا باشا العفو طبعًا يا باشا، بس يعني يوضع سره في أضعف خلقه. طب جربني يا باشا. لعلمك أنا ليا مصادري جوه الوزارة وبره الوزارة. مفيش معلومات تانية هقدر أقولها لك غير إن العيال دي هيتقبض عليهم ان شاء الله والتحيات شغاله. لا يعني سعادتك قافل النهارده. لا مودك مش حلو بصراحه، يعني واضح ان في حد مضايق سعادتك. طب قول لي مين. طيب وانا يعني، طب انا عموما يعني انا هعتبر المقابله دي ما حصلتش عشان سعادتك ما تتضايقش يعني، واعتبر ان انت يعني مش هتشوف وش النهارده تاني خالص. اجل سعادتك بكره ان شاء الله ولا؟ طب السلام عليكم. تاكل يا سوا سلطه حلوه قوي. اه ما انا هاكل يا حبيبي دلوقتي. ساكته ليه؟ ميرسي. يا سلام يا سلام، مشويات الحلوه. ها وصايه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايهاب يا حبيبي، انا كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم. اتكلمي يا حبيبتي، انا سامعك. اصل بصراحه كده انا عايزه اشترك في فرقه المسرح بتاعه الجامعه. وبعدين في سدة النفس دي بقى، احنا مش خلصنا من موضوع التمثيل ده خالص يا سهى. وفيها ايه بس يا حبيبي؟ ده نشاط فني مش اكتر، ثم انا هبقى مع زمايلي، يعني مفيش داعي تقلق عليا. لا، احنا اتفقنا ان مفيش تمثيل، وبعدين ده مبدأ، وانا لا يمكن اتخلى عن مبدأي في يوم من الايام. بقولك يا سهى،
اذا وافقت دلوقتي اللي انت تمثلي هتفضلي تزني عليا بعد الجامعه او بعد الجواز وتقولي لي برضو عايزه امثل. يا ايهاب ده نشاط فني، يعني انا مش شايفه ان فيها حاجه خالص، ثم انا كان ممكن اعمل كده يعني من غير ما اقول لك. كمان كنت عايزه تمثلي من ورايا يا سهى. يا حبيبي انا مش قصدي، انا قصدي يعني ان انا كان ممكن. بصي يا سهى من الاخر كده، يعني يا تمثيل وقدامك يومين تفكري وتبقي تردي عليا فيهم. بس تفتكروا موضوع العصيان المدني ده هيجيب نتيجه فعلا؟ طبعا، الشعب لو نزل الشارع هيفرض ارادته. يا اختي بلا وكسه، ما عملتوش كده من زمان ليه؟ لان الشعب عمره ما نزل الشارع بكل طوايفه. مع الاسف لسه في ناس خايفه، الخوف ما عاشش جوه قلوب الناس، نخليهم ماشيين جنب الحيط على تعطيف صوابعهم. بس عارفه لازم الخوف ده يتكسر، لازم الشعب ينزل الشارع ويكسر كل التابوهات القديمه ويفرض ارادته. بس يا رب فعلا ينزلوا. هينزلوا لما اللي زيي وزيك يكتروا، واللي سلبي او مش فاهم حاجه زي دينا يقلوا. ماشي يا عم سعد زغلول، بس يا ريت يحصل تغيير للاحسن، وادي دقني لو حصل حاجه. زكريا. لودا. لك عمان. اهلا. انت قاعده شويه؟ اه. طب لما تيجي تمشي برني لي. ماشي. عشان نمشي مع بعض. ماشي. غريبه ده ما سلمش عليكي، دي مش عادته. ابدا، اصله اخر مره يعني شدينا مع بعض شويه. ليه كده؟ مفيش، اصله قعد يطلب مني الطلب السخيف بتاعه ده تاني وانا بصراحه رفضته. عشان كده ماشي ونفسه مكسوره يا عيني. على فكره يا سهام حرام عليك، خالد ده جدع وشهم وارجل طالب في الجامعه، حتى لو مش عايزاه يعني ما تصدوهوش بالطريقه دي. يا سلام، انت محموه عليه قوي كده ليه؟ لو عاجبك قوي كده اشبعي بيه. أنا مش هرد عليكي على فكرة. دودي. إيه يا سهام؟ بتحرجي دينا ليه بالشكل ده؟ بصراحة أبورت قوي. أنت رايح فين يا روح الروح؟ يا حبيبي أنا نازل رايح الجامعة. وهتسيبني لوحدي؟ يعني عامل إيه مش فاهم؟ يعني عندك محاضرات مهمة؟ مش محاضرات مهمة بس زهقت ونازل أقعد مع أصحابي شوية. طب خدني معاك يا لولو، ما تسيبنيش لوحدي، هقعد هنا بين اربع حيطان. اخدك معايا فين؟ بقول لك داخل الجامعه، داخل الجامعه من جوه. طب وماله؟ وماله ازاي؟ طب لو سالوك على الباب هتقول لهم ايه؟ سياحه وفنادق؟ مالكش دعوه انت، انا هتصرف بطريقتي. ما تكلمي لؤي خليه يجي. مش هيجي. يا ستي حاولي. حاولت مره واثنين وعشره وفشلت. ما هو مش معقول نسيب الولد يضيع بالشكل ده ونقول ان احنا عملنا اللي علينا. ده ابني وانت مراتي والولد محتاج لجو اسري، ولا نسيبه يبوظ ويضيع؟ اعمل ايه؟ قول لي اعمل ايه؟ نتصرف، نفكر في اي طريقه نخليه يجي بيها في وسطنا، لما بقى بيني وبينك نحاول نصلحه، لما نسيبه ونهمله بالشكل ده لا والف لا. بعدين انا راجل تربوي ولا يمكن اسمح بحاجه زي دي تحصل. ماشي ماشي، بس هنجيبه ازاي؟ قولي له انك تعبانه ونفسك تشوفيه، ولما يجي هتدي له مصروف كبير قوي. ماشي، هقول له كده بس على الله يرد. انت ما بردش عليا خالص، ما بيردش. حاولي. يا الله. لؤي حبيب قلب ماما، حبيبي انا مبسوطه قوي انك رديت عليا. انت كويس يا لؤي؟ ايوه يا ماما، خلاص يا حبيبتي ماشي. خلاص يا ماما، حاضر يا ماما. يا ماما انا في المحاضره يا ماما والدكتور بيشرح، اعمل ايه انا؟ اقفلي وابقى اكلمك تاني. سلام. لا بجد، انت معانا هنا في الجامعه؟ ايوه يا اختي معاكم في الجامعه. وفيها ايه دي؟ اصلي مش بشوفك في الكليه كتير. لا اصلها مش في كليه التجاره، في كليه تانية. امال كليه ايه؟ اقتصاد وعلوم سياسيه. اقتصاد. اقتصاد، الله يخرب بيتك. فكرتيني بخدمه اجتماعيه. التريق التريق، بكره لما ابقى سفيره في كاس الامم المتحده. الله يخرب بيتك، كاس الامم المتحده ايه؟ هتفضحينا. يعني ايه كاس الامم المتحده؟ يوه، انت هتقفولي على الواحده ولا ايه؟ انا زهقت. طب يلا يلا بينا، يلا عشان تحضري المحاضره بتاعتك. احنا اسفين يا رانيا، معلش. بس مش قادره اصدق. صدقيني والله قلت له يا عم انت كده هتودينا في ده. قلت له انت كده هتودينا في ده. انا عامله كده ايه اللي عايز يخليه كده؟ ازاي تيجي ازاي؟ ماجد؟ ايه يا ابني؟ مش تسلم وانت داخل ولا ايه؟
ايه يا ماجد مالك؟ في ايه ده انت مش هنا، ده انت في النرويج. انت حاسس اننا موجودين اصلا ولا لا؟ انت بتنح كده ليه يا ابني؟ انت هتصورني ولا ايه؟ صورك. لما تقعد تكلم مراتي في عينيها روح امك ابقى صورك. انت عبيط يالا، انت اتجننت يا مين اللي اتجنن الورق؟ مالكش دعوه بالورق، هدي نفسك، هدي نفسك، خليه يظبط نفسه. اوكي اوكي، هو ايه اللي حصل؟ خلاص يا ناجي، خلاص يا ناجي، بس بس خلاص، هدي نفسك. يلا باي باي يا جماعه، بعض. يلا يلا. هو في ايه؟ هتسأله؟ عجبتني قوي، اقتصاد. الله يخرب بيتك يا سوسو. لا بيئة بيئة يعني، مش أي ده، حتى لايقين على بعض. امشي امشي. انت مش معقول بجد، بقيت مش معقول يا ماجد، حرام عليك. انت بالطريقه دي هتخسرني كل الناس. انت ايه يا بنت؟ مش فاهمه؟ بغير عليك، انت فاكراني ايه؟ سجق. يخرب بيت دي غيره يا شيخ. انت شفتيش الواد كان قاعد بيبص عليك ازاي؟ طب ما انا كل راجل بيشوفني بيبص لي بالطريقه دي. انا ياسمينه يا حياتي، هتمشي بقى تدور الضرب في كل رجاله البلد؟ نسيت، ياسمينه النجمة الأمورة اللذيذة اللي جرى معاها عيل خرق، مش كده؟ لا بقولك ايه، انا السكة دي ما تاكلش معايا، وانت عارفة شخصيتي من الاول. انا ولا هشوفك في حتة، ولا عايز اشوفك وسط رجالة، ولا عايز حد يعرف اللي انا اعرفك اصلا. يبقى احسن برضو. ماشي ماشي يا ياسمينة، انا هعملك اللي انت عايزاه. رايح فين؟ هداية. ايه ده؟ ايه يا باشا ده؟ عليا النعمة طلت باشا وباشا وابن باشا. أنا جاي يا باشا أجيب لي معاليك فلوس البضاعة اللي خدتها منك. وما لقيتش كيس أعفى من ده شوية؟ ليه يا باشا؟ طلع منه راحة زفرة؟ الحمد لله على السلامة يا تربة. الله يسلمك يا سعادة الباشا. غمة وانزاحت خلاص. على فكرة طلعت عمل شغل كويس قوي وأنت في الحبس. طبعًا يا باشا. هو تربيتي وصبيه وجوز اختي برضه. ايوه بس واضح ان التلميذ تفوق على استاذه بكتير. تقول يا باشا؟ طلعت انا المره دي هديك بضاعه اكتر من المره اللي فاتت، وطلبه هيساعدك في توزيعها. ساعده ده يا باشا؟ معلش مؤاخذه بس يعني ازاي اساعد الصبي بتاعي؟ يا باشا انا صاحب المنطقه وانا اللي بشتغل طول عمري فيها، اساعده ازاي يعني؟ ايوه طلبة، بس انت عليك مراقبه دلوقتي ومش هينفع، وبعدين انا ما احبش حد يناقشني. انت تقول مفهوم وبس. مفهوم يا باشا مفهوم. يا الله اللي هنا، حد جال على راسه؟ ازيك يا خير؟ ازيك يا دين؟ امال فين بقية العيال؟ مش موجودين، انا قاعد لوحدي. احسن برضو، بلاش وجع دماغ، بيعملوا دوشه. بنت يا دينا انت ما بتخافيش؟ خاف من ايه؟ واحده زي القمر زيك قاعده مع واحد صعيدي في شقه لوحديهم، ما بتقلقيش يعني؟ كنت خفت من زمان، انت لسه فاكر يا راجل؟ بعدين انا بميت راجل وانت عارف كده كويس، بنت اسكندرانيه كده ونعجبوك. بتكلم بجد؟ الناس لما يشوفوا واحدة قاعدة في شقة شباب لوحديهم ممكن يقولوا عليك ان انت ماشية بطال. ما تزعليش والله، انا بقول لك كده عشان انت مكانتك كبيرة في قلبي. انا ما يهمنيش رأي حد في الدنيا غيرك. بجد؟ انا قصدي يعني ان رأيك يهمني قوي، و وانت مكانتك كبيرة قوي جوه قلبي، و يعني حاجات كتير كده. بس انت اكيد فاهمني يعني، انت يعني المكانة دي محدش يعرفها غير انا وانت. خالد هو انت فاهم قصدي ولا مش فاهم؟ فاهم والله العظيم فاهم. كنت عايز اقول لك على حاجة يعني، بس كنت متردد. قول يا خالد. اقول عادي؟ ايوه قول عادي، ارجوك قول. مسلوني تحت، كنت بعمل شاي في الانبوبة خلصت.
أنبوبة؟ أنا قلت لهم يعني إحنا نقعد في شقة غاز طبيعي، لقيتهم مصرين. يا بنت أنا بس مش عايز أسمع صوتك تاني، بس بقول لك شنو؟ بقول لك إيه؟ خالد تعالى يا طول. مساء الفل يا زينة. مساء الخير يا أخوي. الواد طلعت فين؟ ما بيردش على الموبايل بتاعه. قال لي إن هو مسافر في شغل. شغل إيه ده اللي مسافر فيه وأنا ما أعرفوش؟ ومسافر فين بقى إن شاء الله؟ برضه مش عارف. ده أنا دبيت حتة دين خناقة معاه في التليفون وبرضه مرضاش يقول لي مسافر فين وعشان إيه، تصدق؟ ما قالكيش خالص؟ لا. برضه الكلب ما بيردش عليا. الواد ده أكيد بيعمل حاجة وبيدبر حاجة إحنا مش عارفينها. تفتكر يا زينة طلعت بيخطط لإيه؟ مش عارف. طب ادخل بدل الواقفة على الباب دي، يلا تعال. ماشي يا طلعت. الله، ما بتردش ليه يا إيهاب؟ مش جيرانة سهى؟ آه يا ماما هي. الله، أنت مش عايز ترد عليها ولا إيه؟ بالظبط كده. في إيه يا ابني؟ وحصل مشكلة بينكوا ولا إيه؟ آه يا ستي، حصلت مشكلة كبيرة جدا بيننا النهاردة. مشكلة دي بقى اللي حصلت يا إيهاب. سهى عايزة ترجع تمثل تاني. الله، هي مش كانت شلت الموضوع ده من دماغها؟ استني بس أنت يا فوزية، ممكن بقى يا أستاذ إيهاب تحكي لنا الموضوع بالتفصيل؟ أبدا. لقيتها بتقولي إنها عايزة تمثل في مسرح الجامعة، قلت لها لا طبعا أنا مش موافق. لقيتها مصممة ومش عايزة تسمع الكلام، قلت لها خلاص يا أنا يا التمثيل، وقدامك يومين تفكري وترد عليا فيهم. طب يا ابني تاخد الموضوع كده قفش كده ليه؟ الموضوع ده يا ابني واحدة واحدة بالراحة. يعني إيه يا بابا؟ عايزني أوافق إنها تمثل؟ أيوة يا حبيبي توافق، لأن البنت بتقول لك مسرح الجامعة، يعني مكان محترم، حاجة كده زي مسابقات الشطرنج والبينج بونج. ما أنا لو وافقت يا بابا هتقولي إنها عايزة تمثل بعد الجواز. يا حبيبي يبقى ساعتها يحلها ألف حلال. أيوة، لأن ساعتها هتبقى مراتك، يعني تقدر تحكمها. وبعدين يا ابني البنت بتطلع طاقتها في مكان محترم. أنت عارف وقتها هي اللي هتقول لك مش عايزة أمثل. يعني أنتوا شايفين يعني إن أنا وافق؟ أيوة طبعًا. طبعًا لازم توافق، بس لازم تستفيد درس من الموضوع دوت، إنك لما تقابلك مشكلة تواجهها مش تهرب منها. يلا كلمها وراضيها بقى. هي اصلا عماله تتصل، بكره بقى لما اشوفها فيس تو فيس. اقعد يا طول. عاوز ايه تاني؟ معلش يا باشا، في موضوع كده يعني لازم اكلم سيادتك فيه. انت ليه خليت طلعة تبقى الكوماند عليا وخليتني اشتغل عنده؟ يا باشا انا الراجل بتاعك وبشتغل معاك بقالي سنين وعمر، بقى تخلي الصبي بتاعي الرئيس عليا. انا فاهم شغلي كويس، مش مستنيك انت تفهمهولي. يا باشا العفو انا ما اقصدش، بس يعني احنا كنا متفقين انه هيبقى الرئيس لفتره كده لغايه ما اخلص المراقبه اللي عليا، والمراقبه خلصت وخلاص. رجع بقى سيادتك المال المجاريه. عاوز تشتغل لحسابك يا طول؟ والله يا باشا لو تحب انا ما عنديش اي مانع. اوكي، احنا عايزين ندخل الكوكايين والهيروين المنطقه الجديده اللي انت ساكن فيها في 6 اكتوبر، وعايزك تركز بالذات على شباب الجامعات اللي هناك. لا يا باشا، لا البيزا، لا انا ماليش في السكه دي يا باشا. لا يا باشا ده زعلتها وحشه. ايه خايف؟ سعاده الباشا انا راجل بتاع حشيش طول عمري وارث المهنه دي، خليني في الحشيش احسن. عشان كده بقى انا اخترت طلعت يبقى الرئيس عليك، لانه ما بيخافش، بينفذ اللي بقوله له من سكات، مش جبان زيك. المقابله انتهت يا باشا، بس انا ما خدتش بضاعه وبقالي فتره ما خدتش الحقيقه. لما البضاعه تجهز المكتب حكم. وحشاني يا بنت قوي، كمان وحشاني قوي. اللي حدفك علينا؟ انت مش كنتي عديتي الفقر وتسيختي والذهب بقى من هنا لهنا؟ اهو ده اللي انا باخده منك، القر وبس. اديهم طاروا زي ما انت شايفه وراجع اشتغل من تاني. وفين المدعوق لؤي؟ سافر له يومين كده، قلت اجي اقلب عيشي واشوف ايه الجديد هنا. يعني ايه الجديد؟ احنا زي ما احنا، بس اديكي عرفتي ان هنا بيتك ومطرحك، واي مصلحه بره تبقى على الطياري. يا بنت كلي عيش، الواد السيس ده مش هينفعك، لو اتزنقتي مش هيعبرك. الكباريه محتاجك يا سوسو. يعني ايه يا ابني مش لاقيهم؟ يا باشا هم مش موجودين في بيتهم من اول النهار. هو انتوا مش مكثفين المراقبه عليهم النهارده؟ سيادتك مفيش غير انا وحميده مراقبينهم 24 ساعه، ولما روحنا نمنا رجعنا ما لقيناهمش، لقيناهم اختفوا وموبايلاتهم مقفوله. طب روح انت، انا هقول لك تعمل ايه. حاضر يا فندم.
الو استاذ سطوحي، ازي سعادتك يا شريف باشا؟ الحمد لله، انت عامل ايه دلوقتي؟ كله تمام عليك. قولي العيال اللي انت كنت شاكك فيهم جولك الكباريه تاني؟ لا يا باشا، من ساعتها لا حست ولا خبر، وانا كبرت دماغي بقى، يعني لا بسال ولا فارق معايا. طب ماشي، وحياتك لو في اي جديد بلغني على طول. حاضر يا باشا، تحت امرك. سلام عليكم. مع الف سلامه يا باشا. انتوا عارفين المشكلة الحقيقية اللي البلد فيها ايه؟ ان مفيش حاجة اسمها عدالة اجتماعية. الطبقة الوسطى انقرضت، اختفت، وده خطر كبير محدش حاسس بيه. يعني الناس هتعمل ايه يعني؟ ما الناس طالع عينيها عشان لقمة العيش، ويا ريت عارفين يعيشوا. على فكرة دي ملحوظة عامة، أنا ما شفتش حد من أي طبقة مستريح، كل الطبقات بتشتكي. وكل المهن كمان. أنا شايفة إن الفساد اللي انتشر في البلد وفي كل شبر فيها، مع الظروف السيئة اللي بيمر بيها الشباب، هتخليه يختار ما بين أمرين، يا إما ينحرف يا اما يسور. انا بتهيالي يسور احسن، لان انا معرفش ابوظ، احنا من الاخر متربيين. اه صح، معاك حق، انا نفسي حاولت انحرف اكتر من مره ما عرفتش، ثلاث مرات تقريبا. حتى في دي فاشل. طب ما انا بني ادم كويس وما عنديش اي مشاكل ومش منحرف وعندي افكار تخلي البلد دي تطلع لقدام مليون سنه، بس ما حدش عايز يسمعني كده. بقى ما قدامناش غير حل واحد، ان احنا لازم نسور. ممكن اعرف بقى انت ما كنتش بترد عليا ليه؟ انت كنت زعلان مني ولا ايه؟ لا خالص، انا حبيت اديكي وقتك عشان تعرفي تفكري كويس. افكر في ايه يا ايهاب؟ الموضوع محسوم ومش محتاج تفكير، وبصراحة كده انا ما اقدرش استغنى عنك خالص، وما فيش اي حاجة في الدنيا تخليني اسيبك. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي ويكملك بعقلك. على فكرة يا ايهاب، انا خلاص قررت ان انا ما اشتركش في فرقه التمثيل في المسرح. ايه ده؟ ليه كده؟ علشان خاطرك طبعا. طب ولو انا قلت لك بقى ان انا موافق ان انت تمثلي في فرقه الجامعه؟ وبعدين معاك يا ايهاب، انت عايز ايه بالظبط؟ اصل انا فكرت، قلت ما فيهاش مشكله يعني لما تتخرجي طاقتك في نشاط التمثيل في المسرح، او نشاط فني محترم زي اي نشاط تاني فني او ثقافي، وفي مكان محترم الجامعه، عشان بعد كده ما تسألنيش تاني خالص عن التمثيل بعد الجامعة. اه طبعا يا حبيبي، ما هو ده اللي انا كنت بقوله، بس خلاص بقى انا مش هكمل مع الفرقة. ليه يا حبيبتي؟ كملي. وبعدين بقى يا ايهاب، هو انا ايه، هفضل كلمة توديني وكلمة تجيبني؟ قلت خلاص مش هكمل. يا حبيبتي ولا كلمة توديكي ولا تجيبك ولا حاجة، انت كنت عايزة تشتركي. بس انت مش عايز. بقولك ايه، ما تخلينيش حجتك، انا اللي بقولك دلوقتي مثلي في مسرح الجامعة عشان بعد كده ما تاخدنيش بموضوع التمثيل ده خالص. سبحان الله، بقى انت دلوقتي اللي بتقنعني علشان امثل يا ايهاب؟ عشان تعرفي يا حبيبتي قد ايه انا بحبك وعايزك تبقي مبسوطه. وبالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، اللي يشرح القلب كل واحد هيوصله حقه بالتمام والكمال. يا جماعه احنا لازم نتخلص من السرقه دي كلها قبل ما الحكومه تاخد خبر ونتحبس كلنا. ها مخك على قدك، حكومه ايه يا بني ادم؟ كان زمان. ايه يا ابني؟ انت مفيش خالص؟ انت ناسي ان احنا متراقبين؟ كنا متراقبين. قلت لكم 100 مرة ان موضوع الحكومة والمراقبة ده كان زمان وجبر. يا سلام لو الذهب ده يتحول لفلوس. قصدك حد يشتري يعني؟ لازم العملية دي تتم بهداوة عشان ما نتشمش. وانا عندي الحل يا حلو. طب ما تقوله انجز واخلص. طب ماشي، واحدة واحدة عليا. فتحوا اخوكم معايا. ها البص ممكن ياخد الحاجه دي وهيكايش، بس على شرط نعمل له ديسكاون. نعمل له اللي نعمله له، المهم يدينا فلوسنا كاش في ايدينا. حلو قوي، يبقى انت تروح تتفق معاه وتظبط كل حاجه قبل ما نروح احنا بالحاجه. ماشي يا ستي، بس انا جعان جعان قوي. العيال بس تجيب الاكل ونقعد ناكل كده لقمه مع بعض وهروح. بس اقول لكم على حاجه، الحاجه بتاعتي انا عددها وعارف عيارها ووزنها، لو قل حاجه هقل منكم. دهب محل كامل، وده يطلع كام كيلو ده؟ والله يا باشا انا ما وزنتوش،
بس هو يجي له كده شنطتين كبار. طيب هاتوا بكره معاك يا عم طلعت، وانا هجيب خبير يتمنهم وهديك شيكك وانت قاعد. معلش يا باشا ما تاخذنيش، اصل انا معايا شركات وما بيحبوش موضوع الشيك ده، يحبوا الفلوس على بعضيها. خلاص يجي بس الخبير يشوفهم وهديك فلوسك كاش يعني. ربنا يخليك لينا يا باشا، مش عارف من غيرك نعمل ايه. معلش يا باشا كان ليا طلب اخير. ايه ده؟ بس العيال صحابي مش مأمنيني، عايزين يجوا معايا يحضروا التسليم والتسلم. وماله؟ تخليهم يجوا. وماله؟ ايه؟ عشان هيعرفوني مش مشكلة. أنا أعرف عنهم كل حاجة. إيه ده؟ إيه ده؟ كل دي قضايا أموال عامة، إيه ده؟ ملايين ومليارات بتتسرق كل يوم، هو الإعلام مركز على كام قضية كده على الوش، ودوشنا بعصابة الستة مللي وسايب الحاجات المهمة دي؟ مهمتنا إن إحنا ندافع عن الظالم والمظلوم، الاعتراف الجهلي كده. قولي لي لو أي ما جاش ليه؟ والله مش عارفة أقول لك إيه، معرفش. كلمتيه تاني؟ لا. ما ينفعش يا فيري، لازم تكلميه، لازم تتابعيه، لازم يعرف إن إحنا مش ناسيينه ومهتمين بيه. حاضر، حاضر يا حبيبي، حاضر، هكلمه. شروتي اتأخرت كده ليه؟ زمانها على وصول. أهي جت. شيرو حبيبة ماما، مالك؟ شروات؟ شيرو قومي شوفي مالها، قومي. شروات انت بتعيطي؟ شيرو في ايه حبيبتي؟ مالك؟ مالك ماما؟ بليز يا مامي سيبيني لو سمحتي دلوقتي، مش قادره اتكلم. لا مش هسيبك، انت بتعيطي؟ بتعيطي بجد؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قولي لي يا حبيبتي ايه اللي حاصل؟ مش انا مامتك حبيبتك وصاحبتك؟ هو رامل وحش صح؟ حصل ايه؟ رامي هيسافر امريكا يا مامي، هيسافر ويسيبني. قلقتيني. هو ده الموضوع؟ هيسافر؟ بصي بصي يا شروت، انت لسه صغيره، بكره لما تتخرجي يا بنتي ولما تكبري وتتجوزوا تبقي تحصليه وتروحوا انتوا الاثنين لامريكا. رامي خلاص يا مامي مش عاوزني، رامي فشكل معايا خلاص. يغور في 60 داهيه. رامي ايه ده؟ انت شروت بنت فريده. مامي انت مش فاهمه، مش فاهمه حاجه، مش فاهمه حاجه. بصي لي كده، ايه اللي مش فاهمه حاجه؟ هو في ايه؟ مش انا مامتك؟ مش انا حبيبتك؟ بصي يا شروت، اي مشكله يا بنتي ممكن تقوليها لي وانا هقف جنبك وهساعدك. قولي لي هو حصل حاجه بينك وبين رامي؟ حصل حاجة بينك وبين رامي؟ ما تقولي، ما تتكلمي. حصل؟ أعمل فيك إيه؟ قولي لي بس، قولي لي بس أعمل فيك إيه؟ قولي لي بس أعمل فيك إيه؟ بصي لي، بتعيطي دلوقتي، بتعيطي بتعيطي بتعيطي. ما كنت تعيطي قبل ما تعملي اللي أنت عملتيه أنت ورامي؟ لا، والسافر المر حطب دي الكلب عمل عملته وسافر. انا مش هسامحه ومش هسامحه، مش هسامحه، مش هسامحه، مش هسامحه، مش هسامحه. يا مامي مش مامي، سامحي هو، مامي سامحيني انا، سامحيني انا، انا اسفه، انا اسفه. تعالي يا حبيبتي تعالي. حلا 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 يا حلا. فيها يا فريدة مالها؟ مفيش مفيش مفيش. ازاي هي بس كده؟ مشكلة مع صاحبتها في الجامعة. ايوه مشكلة ايه؟ ما تشغلش بالك بقى يا فؤاد. ما تشغلش بال ازاي يا فريدة؟ دي زي بنتي، مش كفاية اخوها اللي احنا مش قادرين عليه؟ انا تعبانة تعبانة. تصبح على خير. العدل فين يا محكمة؟
على الأرض ولا في